من الأفضل للعراق استيراد الغاز من قطر التي هي أقرب جغرافيا للعراق من تركمانستان، وأيضا الأنبوب القطري أو قدرة قطر على تزويد العراق بالغاز ممكن تكون بتكنولوجيا للنقل أفضل بكثير من تركمانستان، ولا تمر عبر الحدود أو الأراضي الإيرانية، مما يخلق مشكلة معقدة مع إيران. أيضا ممكن للعراق يستفيد من إنتاج الغاز الموجود في السليمانية. في الواقع تنتج السليمانية في الواقع أكثر من 70 مليون قدم مكعب يوميا، وهذه الكمية توفر فرصة جيدة وحيوية لإنتاج الكهرباء في يعني في العراق. يعني ما اعرف يعني ليش لا يذهب العراق او الحكومه العراقيه او الكهرباء، وزاره الكهرباء، لشراء الغاز من محطه انتاج الغاز بسليمانيه. ايضا يعني واحد ما نفهم بالضبط، يعني لبنان محطاتها لانتاج الكهرباء تعتمد على النفط الاسود اللي يتبرع به العراق، ولماذا جميع المحطات لإنتاج الكهرباء اللي بنيت بعد 2003 تعتمد على الغاز فقط؟ النقطة الأخرى، لماذا لم يحاول العراق خلال 20 عام من يعني استخدام التكنولوجيا البديلة اللي هي الطاقة النظيفة؟ اليوم في أوروبا المراوح اللي تنتج الطاقة الكهربائية في الدنمارك، في هولندا، في ألمانيا بصورة رائعة جدا، على الرغم أن هذه الدول تنتج الطاقة من النووية، من المحطات النووية ومن مصادر أخرى. ولكن هل كل هذه الحلول، هل كل هذه الحلول التي تتحدث بها دكتور غازي فيصل تلقى ربما آذانا صاغية؟ أين تذهب هذه الآراء اليوم؟ ما هنا المشكلة، هنا المشكلة. يعني العراق يعني بلد الشمس، زين لماذا لا ننتج طاقة كهربائية من الشمس مثل السعودية، مثل الإمارات، مثل قطر، من غيرها من الدول؟ يعني لماذا لا نذهب إلى بدائل؟ لماذا لا نذهب إلى غاز سليمانية؟ لماذا لا نذهب إلى قطر؟ يعني هذه أعتقد مشكلة كبيرة، أنه إحنا وضعنا العراق، أقصد الحكومة العراقية وضعت العراق والكهرباء بمأزق كبير بأحادية الاعتماد على الغاز والغاز المستورد من إيران وبأسعار عالية، وإيران خاضعة للعقوبات الاقتصادية، وبالتالي هناك مشاكل كبرى في التعامل مع إيران لشراء الغاز، وهناك تعطيل لإنتاج هذه الكهرباء وتعطيل الصناعات. لعلمك سيدي الكريم، تعطيل الصناعة بالعراق بسبب عدم وجود الكهرباء من 2003 لليوم يخسر العراق سنويا 45 مليار دولار. هذه كارثة. هذه كارثة. طيب سأعود إليك دكتور.